حتى يكون هناك مشروعية دستورية. كان في حاجة اسمها قانون الغدر يا فندم. كان في قانون الغدر. طيب. وقانون الغدر ده كان في محاكم وكان في تحقيقات. وقانون الغدر ده كان بيتكلم على وقائع فساد، بيقول كل من أفسد مش من كل من تولى وظيفة. تولية الوظيفة دي تكليف وتشريف وواجب في الدساتير بس كلها. بس في ناس أساءت الوظيفة استخدام الوظيفة. شوف سيادتك تقول إيه أساء، يبقى أنا عاوز أقول كل من أساء. في ناس نهبوا. أيوه كل من أساء، كل من أفسد، كل من فعل كذا وكذا، مش بقول كل من تولى وظيفة. يعني لأن أنا أتخيل كده لما يجي يقولوا مثلا كل من تولى الإعلام في الفضائيات من 10 سنوات في الفترة مين إلى دول كلهم ما يشتغلوش. أقول له لا، في ناس كانوا محترمين وفي ناس كويسين. أنت تقول لي كل من أفسد. ولهذا قانون الغدر كان بيقول كل من أفسد وقال لي يعني إيه أفسد وحكمه إزاي وعاقبه إزاي. وفي الحالة دي أقول له مع ألف سلامة أعملوا له مشان. وكذلك أيام السادات لما كان فيه ثورة التصحيح سنة 77 صدر قانون وحرم، ومن المفارقات أنه حرم من العمل السياسي ومن العمل الوزاري الناس اللي كانوا في الأحزاب ما عدا الحزب الوطني. شوف إزاي، شوف ما عدا الحزب الوطني، يعني كل الأحزاب إذا تولت منصب يبقى ده في حرمان. وكان في بدعة اشتراكي في محكمة قيم وكان في تحقيق. ومع ذلك المحكمة الدستورية العليا سنة 86 حكمت بعدم دستورية هذا النص. وبالتالي الخطيئة في 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 قانون العزل السياسي اللي أضيف إلى قانون بشح خصاصية إنه قال كل من تولى وظيفة كذا. طب هو قال كل من تولى وظيفة، والفريق شفيق تولى وظيفة رئيس الوزراء سواء بقى 10 أيام 10 دقائق فهو تولاها. هم طلعوا كلمة وزير من الموضوع بالضبط، يعني هو ما استبعدوش عشان كان وزير بالزبط. لا عشان كان رئيس وزراء. ولذلك النص هنا بيقول ايه، كل من عمل خلال 10 سنوات السابقة. ايوه على. طب رجع ازاي بقى؟ رجع سباق الانتخابات النص ده اصلا لما نص القانون بيقول كده. النص ده اضافه الى مين المحجور عليهم؟ أضافوا إلى المصابين بأمراض عقلية، أضافوا إلى الذين أشر إفلاسهم. كل اللي فاتوا دول بأحكام أشر إفلاسهم. كل دول بأحكام بإيه؟ بأمراض عقلية. بأمراض عقلية. ما هي دي فقرة مضافة إلى المادة في قانون بشح خصاصية. وبالتالي طب ما احنا ممكن نتبلى بقى، ما كانوا بيتبلوا علينا كلنا، على حد يتبلى على حد يقول ده مجنون. ده 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 يمثل عدوان صارخ على الشرعية الدستورية. عدوان صارخ على حقوق الحريه. بس برضو احنا لازم نحمي نفسنا من اللي عندهم امراض عقليه. وبالتالي لازم يثبت، لازم في ناس كتير عندها امراض عقليه لازم يثبت ان هناك مرض عقلي، ولازم يثبت انه محجوز في مستشفى امراض عقليه، ولازم يثبت انه مفلس وصدر حكم بالافلاس او قرار بالحجر عليه. فالماده يعني 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 وصمت كل من تولى خلال 10 سنوات واختارت زي ما قالت المحكمة الدستورية، قالت إن ده معيار تحكمي. معيار تحكمي. اسمعنا ثابت الوزير. اسمعنا ثابت الوزير وثابت أعضاء مجلس الشعب بتوع 2010. اشمعنا ثابت أمانة السياسات. أيوه. اشمعنا ليه؟ اشمعنا ثابت. هو مين كان في إيه؟ مين كان في مين يا جماعة؟ اشمعنا ثابت أمناء المحافظات في الحزب الوطني. أيوه. وبالتالي هذا المعيار وكأنه تفصيل وليس تشريع. طب يا جماعة شاركوني من فضلكم على SMS وعلى التويتر وعلى nasbook.tv زي ما بنعمل مع بعض كل يوم كده، وعلى الشاشة جميع المكالمات. ويا ترى حطيتوا صفحة هلا سرحان على فيسبوك، هلا سرحان في بيج، كانوا مضطهديني ومش حاطينها معرفش ليه. فعايزة تقولوا لنا، وكلام الدكتور معانا الدكتور شوقي السيد، يعني ما رأيك في قانون العزل السياسي؟ هل هو مكتمل الأركان أم لا؟ حضرتك دكتور شوقي بيقول إنه القانون فيه عوار دستوري رهيب، وهذا الكلام قيل قبل أن بناء على كلامنا كده والكلام الدكتور وهنسمع خلال الحلقة أيضا آراء دستوريين فقهاء دستوريين، هل هناك عوار في قانون العزل السياسي أم لا؟ هو تجاهل الوزراء وتجاهل المعيار تحكمي أمان السياسات، اشمعنى صحيح؟ وإنه وضع حرمان عقوبة بغير تحقيق وفرض عقوبة بغير حكم. ايوه. وبالتالي يعني كانه طب انتوا ازاي رجعتوا الفريق شفيق؟ ما هو مازال برضه رئيس وزراء. لا ما انا واخد بالي المفروض انه يعزل. ده, ده ده هذا النص محترق، وزي ما قلنا للجنه العليا. أيوة. القضائيه قلت لهم ايه بقى بالظبط؟ ده قانون ولد ميتا، ده قانون معدوم، ده قانون عواره الدستوري يعدمه.
عوارض دستوري يقدمه نعم. معترف به خلاص القانون. لا 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 ما هو اللجنه القضائيه العليا دي اولا لجنه قضائيه اي ولجنه قضائيه عليا يعني في كتير مش واخدين بالهم فاهمين قال لها لجنه اداريه بنقول له من فضلك الاعلان الدستوري قال في الماده 28 انها لجنه قضائيه عليا لانها مشكله من خمسه من قمم الهيئات القضائيه رئيس المحكمه الدستوريه العليا فاروق سلطان ايوه النائب رئيس النائب الاول لرئيس محكمه النقد رئيس الاستئناف النائب الاول لرئيس الاستئناف النائب الاول لمجلس الدوله قمم وبالتالي خمسه وفقط كان الاول في دستور 76 71 كان فيه خمسه ومعهم خمسه من الشخصيات العامه فكانت كانها لجنه اداريه ذات اختصاص قضائي فاحنا امام لجنه قضائيه عليا والاعلان الدستوري وصفها بكده قانون الانتخابات الرئيسيه قال انها دي لها شخصيه اعتباريه عامه يبقى انا امام لجنه قضائيه ولا شخصيه اعتباريه فقلنا في التظلم بعد ما صدر القانون المشبوه واستبعد وفي نفس اللحظة بعد التصديق بالمناسبة هناك ضج الرأي العام وقالوا يا جماعة الكلام ده غلط الجماعة لازم 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 تصلح لازم يحصل فيه ضبط يتفق مع المبادئ الدستورية ومبادئ الأحكام يعني حضرتك بتقول إن المذكورين في هذا القانون ولو إن ناقص فيهم ناس كتير قوي لو كانوا عايزين المفروض كانوا يزودوا الوزراء وكانوا المفروض يزودوا أعضاء مجلس الشعب وكانوا المفروض يزودوا لجنة السياسات أمانة السياسات كل ده ويمكن حاجات تانية ولازم لكن حضرتك بتقول إنه يبقى نوت مش بوجوده في النظام يبقى لازم يكون أفسد النظام أفسد دي نسبتها ازاي طب أنا عايز أقول لحضرتك في 35 بلاغ في الفريق أحمد شفيق ما تحلوش لغاية دلوقتي لأي حتة يعني في قانون إفساد الحياة السياسية اللي هو صدر في نوفمبر 23 نوفمبر وما حدش أدي فيه بلاغ ولا قعدنا برضو نعمل برضو احتياط رد الفعل في الفساد اللي هو قانون الغدر اتعدى الاسم بقى الفساد ده طلعوا عينينا قعدنا شفت ازاي هاتي لمده 9 صدر لو الواحد بيولد خلاص ولدنا القانون صدر في 23/11 وحدد يعني ايه فساد والفساد ده يحقق في النيابه العامه وبعدين المحكمه ويترتب على كده حرمانه من الحقوق السياسيه هو بعيدا بقى عن كل اسف عن قانون الغدر وحضرتك هناقشك بره القوانين أوي. ولسه هنرجع تاني بعيدا عن قانون الغدر وعن قانون العزل وعن اي قانون ده كمان هيعملوا قانون افساد الحياه السياسيه مره ثانيه عاوزين يعدلوا عاوزين يعدلوا مش واخدين بالهم من هذا موجود ولا ايه لا عاوزين يعدلوا يصل الى الوظائف العامه اللي هو فكره المفتي شيخ الازهر الى اخره ايوه عايزين يطبقوه من سنه 74 على الناس من سنه 74 هو اشمعنى 74 الكلام ده تعرف يا دكتوره هلا ليه اشمعنى 74 لانه بعد ما صدر قانون العزل السياسي ده هو ونفذ وصفق المجلس على خلاف ما ضج به الرأي العام خلاص اعتقدوا بقى المسألة ماشية في الطريق فممكن يعمل أي تعديل يجيب كل قانون ويعمل تعديل إنما لا دي وقفة ده درس قوي ده والجماعات التأسيسية درس قوي والمرسوم بقانون بتاع الانتخابات بس القانون ماشي متنفذ بدليل عمالين يقولونا ده عايزين ينفذوه على شيخ الأزهر اللي استقال من لجنة السياسات دي ولا يعني علشان كده ما حدث شيخ الأزهر بجلالة قدره عشان كده القضية لم تكن قضية الفريق شفيق ولم تكن تظلم فريق شفيق ولا سباق الرئاسة بقدر ما كانت إنه المسألة القوانين يجب أن تتفق مع المبادئ الدستورية ومع الدستور وتحترم حقوق الناس ولا يمكن توقيع عقوبة إلا بتحقيق ولا يمكن توقيع عقوبة إلا بحكم أي. علشان الناس تطمئن على حياتها وعلى مستقبلها وعلى ما زي ما بضرب المثل بس مش هنخلص بقى ده احنا لو قعدنا نحقق ده بيحققوا مع مبارك بقالهم سنه ونص ومش عارفين يروحوا ولا ايه يعني ما حاجه متين يعني ناخد الطريقه الشرعيه الدستوريه يا ناخد الطريقه الشرعيه الثوريه الشرعيه الثوريه احنا يعني خليناها على جنب لا لازم تكون شرعيه ثوريه ثوريه يبقى لازم نرجع من الاول يبقى لازم نعمل محاكم ثوريه وليكن طبعا ده يعني معناها